يا در يا ذهب يا قوت يا من تحت قبتك كل مظلوم يا من يا علي يا در يا ذهب يا قوت يا من تحت قبتك كل مظلوم يا من سيدي بهذه الليالي اللي يمن علي قل بيش الله يا من وترابك شفل كل البرية يا أمير المؤمنين سيدي فقدك عزيز عظيم كبير يعني كل سنة وفي كل شهر من شهر رمضان تتجدد علينا الأحزان والآلام والله أنا من أول شهر رمضان ألعن قتلت أمير المؤمنين من بداية شهر رمضان أتذكر بأن أمير المؤمنين اليوم فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أبو اليتامى والمساكين وحكومة أمير المؤمنين كانت حكومة عظيمة كبيرة اللي ينجنب علي لا تقل له مجنون الله اللي ينجنب علي لا تقل له مجنون أنا خلص وانت بعدك أسمع أنا وياك أبو حسنين سادة المشاهدين اللي ينجنب علي لا تقل له مجنون. مجنون والعباس مجنون اللي يلومه أميره عنده كل شو كل شو موجود وبيده يخيط ويرجع الدوم ما يلبس جديد يخاف الأيتام الما عنده أبو تكثر همومه لذلك حيدر ما أخذ لدورين دور الأب وخذ دور الأمومة لذلك حيدر ما أخذ لدورين دور الأب وخذ دور الأمومة ما شفنا رئيس بدولة معروف يموت ونبقى ناخذ من علومه وما شفنا رئيس يرقع ثياب وقائم ليله ونهاره يصومه وما شفنا رئيس يصير فلاح من قد ما تعب ما بينعوم الحكومه الحكومه العادله بس انت مولاي من بعدك فلا صارت حكومه